أصلا نكمل الحديث على حركة الاتجاه الإسلامي سابقا اللي توا اسمها النهضة. توقفنا عام 1980 وقت أنا خرجت من تونس ومشيت لفرنسا، وكما قلت لكم صالح كان معمرني ياسر على فرنسا وعلى الفرنسيس وعلى الأوروبيين وعلى الغرب بصفة عامة. أول ما وصلت لفرنسا دخلت نقرأ، وبقيت تقريبا عام كامل وانا خايف من الفرنسيس، حتى اللي يسلم عليا نبدا محتاط منه، على خاطر عندي افكار مسبقه ان الغرب اي حاجه يعملها عنده مصلحه، واي حاجه يعملها يحب يخرجك من الاسلام. صحيح العام الاول كنت نصلي، كنت نسكن عند خالي، وكنت ياسر متزمت في المدرسة، حتى المعلمة بتاعي ساعات تحب تحكي معايا نقعد بعيد عليها. ومع التلامذة اللي في القسم بتاعي كنت جدا محتاط، ما نحب نحكي مع حتى واحد. بعد عام كامل بديت نفهم اللي الكلام اللي قاله لي صالح لكل كل كذب في كذب، ومن غاديك بديت نراجع في أفكاري. رغم اني كنت صغير، عمري تقريبا 14 سنه، لكن بديت نندمج شويه مع المجتمع الفرنسي، وليت نحكي وليت اكثر اجتماعي، خاصه في العام الثاني. في العام هذاك سمعت اني صالح كركر دخل الحبس، هو وجماعه اخرين وقتها شدهم برقيبه وحطهم في الحبس، القياديين نتاع حركه الاتجاه الاسلامي. عام 82 قررت باش نهبط لتونس، نطلع على تونس، توحشتها، هبطت. وبالفعل قابلت أختي اللي كان ديما باتصال بيا بالجوابات، ساعات بالتليفون. مشينا نطلوا على صالح كركر في حبس الناظور عام 82، هذا في الصيف عام 82. وقت مشيت طليت عليه أنا وأختي وقتها، كان ينصح فيا ويقول لي راهو هذه مرحلة ويصبر في روحه، ورانا باش ننتصر، ورانا باش نحكم تونس وباش نحكم العالم، وهذيك الافكار الاسلاميه اللي ما عندهاش حدود. وطلب مني باش نتمسك بالدين بتاعي في فرنسا، وانا وقتها بديت ما عادش نصلي ياسر، فهمت، ساعات نصلي ساعات لا، لكن بالطبع كورونا مليانه مازلت نصلي. المهم اما في الزياره بتاع السجن ذكر سخفني كيفاش في الحبس، يعني تسألت قلت علاش حطوه في الحبس، يعني مادام هو في الحبس يعني على حق، هو هذاك على هذيك المسألة بدا يركز، يعني نتاع انه مظلوم وان العباد ما يحبوش الحق وكذا وكذا. وعديت يعني شهرين تقريبا في تونس، وكانت اختي ديما تحكي لي تقول لي معناتها نشوفها كيفاش تعاني وكذا، وما عندهمش فلوس وما عندهمش، يعني الحالة هذيك سخفتني ياسر. من بعد عاود رجعت لفرنسا كالعادة، اما ما رجعتش كما كنت، رجعت عندي شوية هكا رجوع للفكر الإسلامي. المهم في عام 83 وليت نخالط المساجد الإسلامية والمراكز الإسلامية، وهناك بشوية بشوية فهمت تعرفت على أحد الأشخاص، مش لازم ذكر اسمه، في أحد المراكز الإسلامية، وكان هو من حركة الاتجاه الإسلامي، وكان ديما يغزر لي وعمره ما كلمني. حتى نهار من نهارات في مناسبة كلمني، بدأ يحكي معايا، وقلت له اللي أنا معناتها نسيبي صالح كركر، زاد تقرب مني أكثر، وبدأ يخدم فيا بشوية بشوية ما يسمى عملية الاستدراج. وتعرفت على ياسر عبيد، هو مركز كان مركز ثقافي شيعي. في الحقيقة في المركز هذا تعجبت أنا بوجود عناصر من حركة الاتجاه الإسلامي، سوى تشيعوا ومازالوا يقولوا اللي هما من حركة الاتجاه الإسلامي، وهما في الحقيقة ما عادش من الاتجاه الإسلامي، أما يواصلوا العمل في حركة الاتجاه الإسلامي ويتكلموا باسم الاتجاه الإسلامي. هذا الشخص كنت نمشي بحذاه، كان يسكن هو واثنين إسلاميين أخرين، فهمت، يعني ما همش مظهرين اللي هما شيعة. بشوية بشوية يعطي فيا في الكتب وكذا 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 وكذا، يعني ما يسمى بالتدرج. المهم حتى لين اقتنعت بالشيعة على أساس أنها هي الإسلام الصحيح. وبقيت ديما تقريبا كل أسبوع مرتين ثلاثة نمشي للمركز هذايا ونقرأ ونشوف الفيديوهات ونتعرف كل شيء. يا أخي
وقعت حادثة في آخر 83 أثرت عليا ياسر، إن أحد الأشخاص أطلق النار قدام المدرسة بتاعي على مجموعة من العرب وقتل واحد منهم في نونتير. وهذه الحادثة في الحقيقة رجعت لي كل الكلام اللي قاله لي صالح صحيح، ولا عندي حقد وكره ضد خاطر الشخص نعرفه، فهمت؟ معناتها قتله هكاك، يعني تلميذ كيفي عمره تقريبا 16 سنة. فهذيك الفترة تأثرت ياسر بهذيك الحادثة، وذهابي للسونتر بديت نركز على اني ما عادش نحب نقعد في فرنسا ونحب نمشي نولي مجاهد في سبيل الله. وبالفعل تم ارسالي الى ايران للدراسة الدينية، وهناك معناتها مشيت لايران، مشيت لطهران مدرسة تابعة احد افكار الشيعية، خاطر كما قلت لكم راهم الشيعة انواع، فما الشيعة العرب وفما الشيعة الفرس وفما الشيعة مع ولاية الفقيه وفما الشيعة ضد ولاية الفقيه، وهذه الأمور تنرجع عليها في الفيديوهات القادمة عندما نعطي التفاصيل على أنواع الشيعة وأنواع السنة. المهم مدة عامين بقيت ندرس، كي نقول لكم دراسة معناتها يعني الصباح قراية، العشية قراية، الليل قراية، محاضرات، فيديوهات، كاساتات، يعني قراية مركزة بطريقة غريبة جدا، غير مقابلات معناتها الدروس الخصوصية في مسائل التعامل والتأثير والتغلغل داخل الحركات الإسلامية، وقريت التاريخ وقريت القرآن وقريت في تفسير القرآن وتاريخ الحركات الإسلامية. يعني نجم نقوله في العامين هذوما كونت باز كبيرة على الإسلام وعلى الإسلام السياسي بصفة عامة، وبديت نفهم كيفاش يخدم، فهمت؟ بعد عامين من الدراسة طلبوا مني باش نمشي للمركز الثقافي موجود للمدرسة في بلجيكا، وطلبوا مني باش ندخل باتصال بصالح كركر ونقترح عليه مساعدة الحركة اللي هذه أنا منتمي إليها اللي هي اسمها الخط الرسالي، من أجل قيام دولة إسلامية في تونس. كانوا الإسلاميين يركزوا على تونس، ما كانوش يعملوا ياسر على الجزائر، كانوا أكثر شيء اهتمامهم بتونس، يعتبروا تونس هي بوابة إفريقيا في هذاك الوقت. وبالفعل عام 85 رجعت وعملت اتصالات وقابلت صالح وطلبت منه معناتها باش يرسل عناصر، وانا وقتها بعثوني لبلجيكا ومن بلجيكا بعثوني لتونس، بعثوني بجوز مهمات، مهمة في الجنوب من اجل الاتصال بالشيعة، ومهمة لصالح من اجل الاتصال بصالح، ومهمة اخرى جهة جندوبة وباجة من اجل الاتصال بجماعة من التبليغ والدعوة. انا كنت صغير وقتها، يعني 85 تقريبا عمري 19 سنة، لكن كان عندي تكوين، معناتها العامين اللي قريتهم كان معناتها وفروا لي معناتها معرفة كبيرة، وخاصة الاختصاص بتاعي اللي عملته في هذه المدرسة هو ما يسمى عملية التغلغل. من هنا فهمت كيفاش الحركات الإسلامية تتغلغل في بعضها، خاطر ما درستش الطريقة برك، وإنما درست التاريخ كيفاش يتم التغلغل في داخل الحركات الإسلامية. المهم وبالفعل ما اقترحت الاقتراح على صالح، وصالح ما كانش من العاجزين، وافق على أساس يرسل عدة عناصر للتدريب في إيران، منهم عسكري ومنهم تكويني، على أساس إنهم يبقوا سنة. أنا قلت له ما عندي حتى مشكلة، معناتها الخط ما مهموش سنة، خاطر المهم مسلم. المهم بعد اتفقنا على هذاك الشيء رجعت لفرنسا، وكنت نتقبل العباد سواء يجوا من الجنوب سواء يجوا من عند صالح سواء يجوا من جماعة التبليغ والدعوة، وارسلهم لإيران وسوريا، وبقيت نخدم في الفترة هذيك عام كامل في المسألة هذيك. من بعد رجعت لسوريا، ومن سوريا رجعت لإيران، ومن إيران وقت وصلت لإيران كنت معناتها مهتم بهذه المجموعة الكبيرة، فما عقود وجهوهم توجه عسكري، خاطر هما يعملوا قبل ما تدخل المدرسة في طهران نفسها، فما عملية فرز، يعني الشخص يحطوه تحت المراقبة مدة شهر شهرين،
ويقرروا هل هذا الشخص يصلح للدين، هل هذا الشخص يصلح للعمل الاجتماعية، هل هذا الشخص يصلح للعمل الثقافية، هل هذا الشخص يصلح للعمل الاقتصادية، هل هذا الشخص يصلح للعمل العسكري. يعني كان تنظيم رهيب جدا، فهمت؟ ما تنجموش تتصوروا ذلك. المهم انا رجعت للمدرسة هذه اللي في ضواحي طهران، وكنت مهتم اكثر شيء بالمجموعة، كانوا بعدوني على المجموعة ما يسمى بالسنية اللي تابع على الاتجاه الاسلامي، وخلوني اكثر باتصال بالجماعه الشيعه. وهنا بدات نجم نقولوا الخلافات بيني وبينهم، وتبديت نفهم خاصه في عام 86 ان فما تحضير لعمليه انقلاب في تونس. انا وقتها كنت نؤمن بالتحرك الشعبي، ونؤمن يجب الحكومه لو يتم اسقاطها يتم اسقاطها جماهيريا، وكنت ضد فكرة الانقلاب. صحيح كنت صغير، لكن كانت عندي فكرة هكاكة، على خاطر بالنسبة لي الشعب هو اللي لازم يحكم. وقتها وقعت لي هذيك الخلافات، وما حبيتش نبقى في طهران، حبيت نرجع لباريس. قلت أنا مهمتي كملتها وترجعت، أرسلوني لبلجيكا، ومن بلجيكا معناتها تخاصمت معاهم، تخاصمت مع المسؤولين غاديكا، ومشيت لإسبانيا. مشيت لباريس ومن بعد مشيت لاسبانيا. المهم وفي اسبانيا فما مركز ثقافي زاد اسلامي سري شيء طبيعي. قلت للخط هذا اني ما عادش نخدم معاه، واللي انا ضد اي فكره انقلاب. وكنت هزيت وثائق كبيره من المركز الثقافي بتاع بلجيكا، خاصه بتاع العناصر اللي مشاو لايران واللي مشاو لسوريا، وفما بعضهم حتى تدربوا في ليبيا. ونكلم فيك معناتها العناصر اللي نعرفهم انا، ما هما يتعدوا بالمئات، نعرفهم انا عشرات. ورجعت لتونس على اساس اني نبين، بديت نفهم ما يسمى بالخبث السياسي داخل الحركات الاسلاميه. وقت رجعت لتونس من اسبانيا اتصلت بالحركات بالجهات الشيعيه وبالجهات السنيه اللي تابعه للاتجاه الاسلامي، وحبيت ننبههم ونقول لهم راهو اللي يعملوا فيه الكل هو له مصلحه سياسيه. وانا كما قلت لكم تم ابعادي قليل على المساله، ما عادش نتبع الاخبار، لكن عندي اخبار شنو يوقع شنو ما يوقعش. وقت شافوني بديت اتحرك ياسر، فهمت، نجم نقولوا قلقهم هذاك الامر اني معناتها نحرر ضدهم وضد صالح وضد حركه الاتجاه الاسلامي. المهم اللي وقع ان عام 87 انا بقيت تقريبا 6 اشهر وقتها، صالح مخبي وقتها في كل مره في دار، مره يتخبى عند العباديه، مره يتخبى عند جماعه التبليغ والدعوه، ما هو ديما يستعمل هذيك الاساليب. بينما راشد الغنوشي تم ايقافه من بعد اطلاق سراحه، من بعد تم ايقافه. المهم وبدات تخرج المظاهرات عام 87 في تونس وكل شيء، حتى نهار في شهر 6 اظن 6 في شهر 6 تم محاصرة الدار معناتها اللي كنت ساكن فيها فريانة، وجات الشرطة، وأنا خرجت معناتها ما كنتش متصور اللي أنا حتى حد ينجم واحد يعرفني، فهمت؟ قلت لهم راهو صالح مش هوني، خرجت قلت لهم صالح مش هوني، قالوا لي لا مانيش جاي لصالح، جاي لمحمد كريم العبيدي. أنا وقتها تعجبت، قلت هذه معناتها أكيد واحد باعني. المهم ما نحبش ندخل في التفاصيل، تم إيقافي وهزني مركز الشرطة بتاع باردو، ومن باردو هزوني البشوشة. وغاديكا تم معناتها المقابلة مع المسؤول المحقق، وأول حاجة قلتها له كيفاش عرفتوني. واللي تعجبت منه أنه نقل مجموعة اللي كانت قريبة ليا، سواء من الشيعة سواء من الاتجاه الإسلامي، 16 واحد الكلهم تم إيقافهم، يعني أنا كنت آخر واحد تم إيقافه. بالطبع كنت نجم نقول مش انا محمد كريم العبيدي نهرب، لكن انا ما حبيتش، حبيت نشوف شنو هي الحكايه. اول حاجه قلتها للمحقق، نحب نعرف شكون باعني. انا متاكد ان الاشخاص هذوما اللي تم ايقافهم، فهمت، باهي اكيد راهو تكلموا عليا بعد فتره، فما المفروض تعذبوا ياسر، يعني ساقيهم ولات كلها دم ومعناتها حالتهم حليله، معناتها نعذرهم. لكن تاكدت من بعد ان اللي تم باع معناتها تم باعني وباع المجموعه نتاعي الكل هما من عناصر حركه الاتجاه الاسلامي نفسه، على اساس احنا مجموعه شيعيه مموله من ايران. في الحقيقه انا وقتها قلت
اكيد 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 معناتها يا اما الخط اللي انا كنت فيه بيعني وما نصورش، وهي مساله البعاره مساله عاديه عند الحركات الاسلاميه. كنت قبل نشوف كيفاش يبيعوا بعض العناصر باش يكون عندهم شهداء، ويبيعوا بعض العناصر باش يكون عندهم مساجين. يعني هذه مساله طبيعيه جدا في الحركات الاسلاميه ان يبيعوا بعضهم، خاصه كي يبدا عندهم خلافات مع بعضهم، واحد يبيع الاخر. وساعات البيعه تكون مبرمجه، يبيعوا عدة عناصر باش يعملوا يظهر واحد منهم مظلومين، والشخص ساعات يتم بيعه ما يعرف حتى شيء شنو هو وقع وشنو ما وقعش، مسكين ساعات يموت تحت التعذيب ويمشوا يكتبوا اسمه شهيد وكذا وكذا وكذا. المهم هذه كل التفاصيل نرجعوا لها، نحب نتكلم بطريقة مختصرة، فهمت؟ وانا نعرف اللي صالح كركر عنده اتصال بجماعه راشد الغنوشي، واكيد راشد الغنوشي رغم انه وقتها صالح هو المسؤول عن الحركه، لكن يعلم راشد الغنوشي اما بطريقه مباشره او غير مباشره. المهم اكيد اللي تم بيعني هما عناصر من حركه الاتجاه الاسلامي. انا الحقيقه وقت شفت الحكايه هكاكا فهمت، قلت هما باعوني انا نبيعهم. انا رغم اني كنت اسلامي لكن كنت منطقي، وبالفعل فهمت قلت للمحقق انا مستعد، فهمت ما عندي حتى مشكله، انا صغير وقت عمري 21 سنه، وفتره ايقافي اللي دامت عده اشهر خلتني نفكر ونراجع الفكر الاسلامي. نجم نقولوا هذيك التيك تاك اللي خلتني نخرج من الاسلاميين جمله واحده ونكره كل ما هو اسلامي، لكن مازلت مسلم. كنت اقول ان الاسلام ما عنده حتى دخل باللي يوقع، وبالفعل قلت للمحقق انا مستعد نعطيك كل المعلومات، وعندي ملفات نتاع المجموعه الامنيه اللي موجوده في الجيش، والعناصر اللي مشاو للايران واللي مشاو لسوريا واللي تدربوا واللي دخلوا في السلاح، وبالفعل اعطيت هذيك المعلومات الكل. ومع البحث نتاع الامن التونسي دي اس تي خاصه، تم التوصل الى عده خطوط، منها وصلوا محمد شمام اللي كانت عنده الليستة الكاملة بتاع الأشخاص اللي موجودين في الجيش. ولكن الدي اس تي في اللو وقتها وقع ما يسمى الانقلاب الأبيض على بورقيبة، ما تمش معناتها خلاوا هذيك الخلية بتاع اللي موجودة في الأمن خلاوها، وإنما اللي تم توقيفه هو بعض العناصر الأخرى اللي كانت معناتها باتصال مباشرة وغير مباشر بصراحة. وقتها الأمور دخلت بعضها، وصالح هرب من تونس، وراشد الغنوشي تم الاتفاق معاه على أن صالح هو معناتها هنا راشد الغنوشي بيع صالح بزوز صورتي، ظهر روحه اللي هو ما عنده حتى علاقة باللي يعمل فيه صالح، واللي هو ضد هذا الفكر، وأنه إنسان يتفهم مو جبان. هو معروف راشد الغنوشي من أكبر الجبناء، يعني بيعمه باش يمنع روحه، ووافق على تبديل حركة الاتجاه الإسلامي للنهضة. وقتها وافق صالح، جا ضده كومبليتمون، وصالح عنده العناصر بتاعه في الجيش وكل شيء، وعنده العناصر بتاعه في القاعدة في المجتمع التونسي. لكن صالح شو اسمه راشد عمل بيع وشراء مع الحكومة، وتم تهريبه خارج تونس بريطانيا. صالح في الاول هرب صالح في الاول مشى لبريطانيا، بعد من بريطانيا مشى لفرنسا، خاطر راشد غاديكا الخلافات بتاعهم بدات تكبر، وخاصة المسألة الخلاف بتاع راشد الكبير مع صالح الزعامة هي في الدرجة الأولى، لكن المسألة المالية ما يسمى بالمساعدات، مساعدات معناتها المالية اللي كانت ما توصلش الأسر المساجين، كانوا اللي عندها مسجون تموت بالجوع وما عندها حتى شيء، والفلوس هذيك الكل تتجمع في اوروبا وتجي من الخليج ويضربها سي راشد على قلب. المهم انا بعد الانقلاب تم اطلاق سراحي بعد 3 اشهر تقريبا في ديسمبر 1987. حاضر ما خرجت، حاولت باش معناتها نخدم كإنسان مانيش سياسي بالكل، كان في الإسلام. وبالفعل بقيت فترة في تونس، ومن بعد لقيت روحي معناتها اللي أنا بقيت كيما نقولوا كيما مقطوع من الشجرة، لا عندي لا فلوس لا عندي لا حتى شيء.
يا اخي قررت مش نعاود نرجع لسوريا ونقابل المسؤولين بتاع الخط الرسالي اللي تعاركت معاهم ونفهمهم. قلت بلكش المسؤولين الكبار ما همش يعرفوا شنو توقع في القاعدة. وهنا وقت مشيت لسوريا وقتها الفترة هذيك مشيت من إيطاليا، من أعطوني الباسبور متاعي مشيت لإيطاليا، ومن إيطاليا مشيت لسوريا وحدي. وقت وصلت سوريا حبيت نقابل المسؤولين، ما خلونيش نقابلهم، ما خلونيش، يعني عملوا كل شيء باش ما يقابلونيش. قعدت في سوريا مدة طويلة، فهمت؟ في الفترة هذيك مات الخميني، وكل المسؤولين بتاع الحركة اللي كنت منتمي بها في إيران جاوا لسوريا باش يعملوا، مخاطر هما عرب أكثرهم عراقيين وسوريين وخليجيين وكل شيء. وقتها حبيت أقابل بعض القياديين منهم، وقابلت بالفعل بعضهم، واكتشفت إن اللي قاعد يوقع تحت الكل يعلموا بيه. ودرست وقتها مدة تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر عند أحد العلماء الشيعة اسمه طبطبائي في السيدة زينب في سوريا. وحبيت زعما نحضر ما يسمى مرحلة الاحتياط، في الاحتياط يعني نولي أنا ما يسمى ندرس الشبهات بتاع الإسلام. المهم في هذه الفترة بالذات 8 أشهر بديت نشك إن المشكلة، في الأول كنت نقول المشكلة في الأشخاص القاعدة، وبعد وليت نقول المشكلة في القياديين، وبعد اكتشفت إن القياديين والقاعدة نفس الشيء. بالعكس القياديين يعلموا أكثر من القاعدة على أشياء وهما يسيروا فيها. وقلت يمكن الخطأ من الحركات الإسلامية، من بعد اكتشفت إن الخطأ من الإسلام نفسه. ومن هنا وقعت لي الصدمة الكبيرة. المهم أكتفي بهذا القدر هذه المرة، ونكمل مع فيديو قادم. وشكرا وبالسلامة.